يلي معاك طوبة احدثها ولا يهمك، كل البشر شبابكها ازاز، وانت لو كسرت الازاز هتدخل ريح تجرح عدوك وتبان لكل الخيال عيوبك. هيجرحك بألف طوبة سيبه، يجرحك سيبه، أمنا هناك قاعدة والألف عام شاهدة إن دمنا اللي كان في وقت أحمر صباح أزرق بارد برود التلج الكتوبة، وقال إيه كل واحد في ولادك لساه ماسك طوبة حالف يحتف تاني، وإيه تاني هيفيدنا وإيه تاني يضمنا الإبنة لما نصبح كلنا إزاز مقصود. ومع نصف الختام شاعرنا وصديقي وزميلي الأستاذ مصباح المهدي. أنا أقول حاجة في السياسة، سياسة لا مش هاي السياسة الهدول، أحن أمل واشرح خروب وأقدر أقلل للمطلوب وأقول يا دوب سند وخطي لابني وأنا ماشي موطي لابني وأنا نايم صاحي نشوان وحاسس استغنى وخدت من مصر استغنى وخدت عن نوطة الطلبات فيه أربعة واثنين ستة ولسه مطلوب أقضيها أغطس أقب أطلع بيها أنا فيها لخفيها ما تنفعش الحظ راح فيه ما بيرجعش وصلت للزمن العابس الملتبس فيه معنى الوقت الخضرة في ايديه عود يابس وصلت قبل الوقت بوقت دلوقتي مين مع مين امتى والحد فين مع مين غيره مضطر اقول كتر خيره قطر البضاعة اللي نقلني صحيت على عقدة حالي عقدة حطب في الغيط ولعة اطفيها ألقى النار طلعة تندهني مين افتح حالة يندهني مين عالم مجنون نولون بضاعة أحزاني يا نوم يا نوم شفطن الكاس يا نوم أنام مصحاش تاني مصحاش لغوص في جناني صحيت لقيت قلب التنجان وعلى المراية الراس طبلة وعيال ايدين على الراس بتدق وايام بزق ما تتزقش غريب انا مين يا مرايتي انا اللي فات في الشوك حافي نكدت من جلد الحافي ومخدتي من سهر الليل انا الاديب المتبعتر فقصايد الشعر نزيفي خريفي قبل الصيف جاني وجاني يوم ضم الغلة ودع هريرة ونزل السيل لا الأعشى جاني ولا الجني حلجني ولا لوز المزد وفي الكتاب الروح نزلت أتهز هزاز الهندول لنا علي طه الجندول ولا أبو الطيب ضبة ولا خليل حاول مدوس أنا مين بدوس على قدها سنين وصلت لمحط التفنيح الكل باطل قبض الريح باطل هنرجع من أول اللعب عن قهوة الطلبات والجد براها الطلبات واللي هتصبح فيه هبات خلينا من كل المطلوب أحلى أمل وشكرا.